يا أهلا وسهلا ويعطيكم العافية. قبل فترة اشتريت كتاب الوزير المرافق لغازي القصيبي. في الكتاب حكاية وتفاصيل دقيقة جدا عن الوزير المرافق للملك وولي العهد في زياراتهم الخارجية، وكذلك في زيارة أهم شخصيات العالم للمملكة العربية السعودية. ولكن لفت نظري في الكتاب شغلة واحدة، وهي أزمة البروتوكول بين قوسين واحترافية المراسم السعودية في عدم تعرض الملك وولي العهد لأي إحراج في الزيارات الخارجية. في عام 1975 كان الأمير فهد بن عبد العزيز أنذاك ولي العهد في زيارة خارجية لبريطانيا. استعلمت المراسم الملكية السعودية مين راح يستقبل الأمير فهد بن عبد العزيز في المطار. ردت المراسم البريطانية بأن مندوب من رئيس الوزراء ومندوب من الملكة سيكونون في استقبال الأمير فهد في المطار. رفضت المراسم السعودية وقالت يجب أن يكون رئيس الوزراء بنفسه في المطار. رد البروتوكول البريطاني بأنه البروتوكول يمنع رئيس الوزراء من التواجد في المطار. ردت المراسم السعودية بأن البروتوكول السعودي يحتم هذا التواجد. كادت الزيارة أن تلغى، وفي الأخير رضي البريطانيون وكان رئيس الوزراء هارولد ويلسون في استقبال الأمير فهد بن عبد العزيز في المطار لحظة وصوله بريطانيا. في عام 1979 زيارة ثانية للأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد أنذاك لألمانيا. استعلمت المراسم السعودية مين راح يستقبل الأمير فهد بن عبد العزيز في المطار. ردت المراسم الألمانية بأن وزير الخارجية سيكون في استقباله. رفضت المراسم السعودية وقالت يجب أن يكون رئيس الوزراء بنفسه في استقبال الأمير فهد بن عبد العزيز في المطار. رفضت المراسم الألمانية. اضطر السفير السعودي في ألمانيا لمقابلة المستشار الألماني وهو رئيس الوزراء كذلك، وأقنعه بأن يكون متواجد في المطار لاستقبال الأمير فهد بن عبد العزيز، وكان رئيس الوزراء الألماني شميدث موجود في المطار لحظة وصول الأمير فهد بن عبد العزيز. في عام 1980 كان الملك خالد بن عبد العزيز في إجازة قصيرة في جنيف، ودعاه العقيد معمر القذافي لزيارة ليبيا، وأجاب الدعوة الملك خالد رغم خطورة الزيارة. نقطة نظام: بعد إعلان الجماهيرية في ليبيا وتسليم السلطة كما يقول معمر القذافي للمؤتمرات الشعبية كنوع من الديمقراطية الزائفة، أصبح معمر القذافي قائد ثورة فقط، لا يلتزم لا ببروتوكول ولا بمراسم ولا بتوديع ولا باستقبال. ولكن المراسم السعودية قالت للليبيين ولمعمر القذافي إن لم يكن موجود في المطار لن ينزل الملك خالد من الطائرة وسوف تقلع إلى السعودية. وبالفعل وصل الملك خالد إلى المطار، وكان معمر القذافي في المطار لاستقبال الملك خالد بن عبد العزيز. في عام 1981 كذلك زيارة للملك خالد إلى ألمانيا، وكسر الألمان البروتوكول مجددا، وخرج رئيس الجمهورية الألمانية لاستقبال الملك خالد في المطار على غير العادة التي تقول أن رئيس الجمهورية يستقبل الضيوف في حديقة القصر الجمهوري. هذه كانت أهم وأبرز المواقف اللي جذبتني بين قوسين أزمة البروتوكول كما ذكرت في المقدمة. الكتاب مليء بالقصص والحكايات الجميلة والنادرة والدقيقة جدا، التي عندما تقرأ الكتاب تعايشها وتعايش لحظاتها وكأنك معهم. كذلك في حادثة أخرى ولكن في يوم ثاني، وهي قمة فاس في المغرب، من أشهر القمم العربية التي جمعت زعماء العرب عام 1982 تقريبا. تحياتي للجميع.